القدر، إنك تدعي في ليلة القدر، لأن ليلة القدر دي خصها الله سبحانه وتعالى بعظيم الشأن، لقوله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يا جماعة، الليلة دي لها شأن عظيم جدا 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 في استجابة الدعاء، إنها ليلة مباركة، ليلة خصها الله سبحانه وتعالى بشيء خاص، فيجب أن تدعي في ليلة القدر. وليلة القدر دي موجودة في 10 الأواخر من منين؟ 10 الأواخر من رمضان، في الأيام الفرادة 21 و23 و25 و27 و29. سبحان الله. تاني حاجة، إنك تدعي في جوف الليل. سبحان الله، جوف الليل دي يا جماعة، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيجب أن تدعوه. يعني أنت متعسر في ضيق رزق، عندك ضيق رزق شديد، ولادك محتاجين العلاج، عندك مفيش شغل، فيجب أن تدعي في الثلث الأخير من الليل. هتقوم تصلي ركعتين وتصلي لله سبحانه وتعالى. الموضوع سهل جدا يا جماعة، الموضوع سهل جدا جدا جدا، صدقوني يا جماعة عن تجربة شخصية، الدعاء في جوف الليل لها شأن عظيم جدا جدا، ويجب أن تدعوه. تالت حاجة، إن أنت تدعي ربنا والمطر بينزل، الدعاء عند نزول المطر. بجد المطر ده يا جماعة، أبواب السماء بتبقى مفتوحة ليك، فيجب أن تدعي الله سبحانه وتعالى، تدعي الله سبحانه وتعالى فين؟ عندما ينزل المطر. سبحان الله، فهناك شأن عظيم جدا يا جماعة، لأن أبواب السماء بتتفتح يا جماعة، ويعجل الله للداعين في هذا الوقت. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. والدعاء وقت الشدة أو المرض، يعني أنت لو مريض ادعي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يرد دعوة المريض. سبحان الله. وعندك دعاء للحج أو المعتمر، يعني أنت لو بتحج أو بتعتمر ادعي، لأن سبحان الله، لأن أنت بتكون موجود في الأماكن المقدسة، موجود عند مسجد الرسول، وموجود في المسجد الحرام. يا جماعة، الأماكن دي أماكن مقدسة، سبحان الله، والدعاء فيها مستجاب جدا 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 جدا. عندك الدعاء ساعة السفر، لأن الله سبحانه وتعالى بيستجيب للمسافر. سبحان الله، سواء كنت مسافر بالطائرة أو الحافلة أو السيارة، كله سبحان الله. وتكون قاصد اللي انت تشتغل، او انت طالبا لله سبحانه وتعالى، طالبا الرزق. عندك برضو الدعاء يوم الجمعة يا جماعة، يوم الجمعة دي فيها ساعة استجابة، فيجب ان تستغلوها. واحد هيقول لي مش عارف ساعة الاستجابة، هقول لك من ليلة الجمعة، من يوم الخميس من الساعة 12 ادعي ربنا سبحانه وتعالى لحد الساعة 12، الساعة 12 ليلة السبت، تدعي في الوقت ده. سبحان الله، افضل ادعي طول ما انت قاعد: اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارزقنا، اصلح احوالنا. هذه الادعية يا جماعة ادعية مباركة. وعندك وقت كمان الدعاء بين الاذان والاقامة، بين الأذان والإقامة، يعني الراجل لما بأذن بقى فيه وقت اللي الناس بتصلي فيه ركعتين سنة أو ركعتين تحية المسجد، فيجب أن تستغل الوقت ده وتدعي الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. عندك دعاء المظلوم، لو أنت مظلوم ادعي، لأن سبحان الله دعوتك مستجابة بإذن الله، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء المظلوم، فربنا سبحانه وتعالى أقسم إنه سيحقق دعوة المظلوم ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. يجب يا جماعة أن تدعي عن ظهر قلب، يجب أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. واحد هيقول لي يعني ايه النية خالصة لله سبحانه وتعالى؟ هقول لك ان انت تدعي ويكون في قلبك بس الدعاء، وتكون خالص في النية،
بتدعي بضمير، مش بتدعي بشفايف بس عمالة تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، والقلب أصلا مش بيفكر في أي حاجة من ده خالص. يجب لما تيجي تدعي انسى الدنيا وانسى ما فيها، وادعي الله سبحانه وتعالى. عندك برضه اللي هو دعاء الصائم يا جماعة، سبحان الله الصائم ده ربنا بيستجيب دعائه سبحان الله في رمضان، وخاصة يعني الدعاء الصائم يكون قبل المغرب بدقايق سبحان الله، لأن ربنا في الوقت ده بيستجيب للإنسان سبحان الله. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل ليه مشاركة، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.